هذا هو جدول الاستهلاك والهلاك بحال بحال. اخر حلقه من الاسبوع اللي خصصنا باش نتكلموا على موضوع البنكه القرض وبالضبط على نسبه الفائده. اذا اخر مره نسبه الفائده قلنا في حلقه من هذه الحلقات اللي دازت بان بعض الناس خذوا قرض من البنكه ولكن مع المده صعبت عليهم انهم يخلصوا التريتا واخا هما مضاو على العقد. وقلنا شنو هو الحل لهم؟ الحل اللي عندهم هما يتناقشوا مع البنكه ديالهم باش تنقص لهم التريتا، او لا الا ما بغاتش يمشيوا لبنكه وحده اخرى ويلعبوا على المنافسه والبنكه اللي اختاروا هي اللي غادي تجي وتشري الكريدي ديالهم. بغينا نوضحوا هاد النقطة هادي بالضبط باش ما نقولوش كنديروا الإشهار لشي شركة أو لشي بنكة. كل مرة كنمشيو ناخذ واحد الكريدي البنكة كتقول لنا ودي غديروا الملف وعندكم مصاريف قبل ما تخلصوا التريتا، المصاريف على الملف، المصاريف على التأمين على الحياة، وحاجة أخرى مصاريف كثيرة كيسميوها دي فري أنيكس، وحاجة الأخيرة كيتكلموا على مصاريف ولا المبلغ ديال الرهين. وشنو غنرهن؟ غنرهن الحاجه اللي شريت وغنرهنها لصالح البنكه. اختارينا نتكلموا على هذه النقاط ونوضحوها اكثر، لان ملي غنمشيو للبنكه الثانيه باش تشري الكريدي ديالنا وتنقص لنا من الثمن ديال التريتا، هذه هي المهمه اللي عندنا في البال ديالنا. ما نساوش بان البنكه الثانيه غادي تقول لك واخا على التريتا ولكن غادي تشوف المصاريف ديال الملف، التأمين، الرهين إلى آخره، كلها غتخرجها تخليها بوحدها وغتكون هاد المصاريف كلها على حساب الزبون، على حساب الكليان. إذا نمشي للبنكة الثانية غنطلب منه يدير واحد العملية تجريبية واخا باش نعرف شحال المدة ديال الكريدي ديالي وشحال غنخلص ديال التريتا، يعني شحال غينقصوا ليا من البنكة الأولى. ولكن في البال ديالي خصني نزيد هاد المصاريف كلها. نقولوا دابا تفاهمت مع البنكة الثانية غتشري الكريدي من البنكة الأولى والمصاريف دخلتها والتريتا موالماني. هنا ما ننساش قبل ما نسني هنا كاين مشكل، نطلب منهم يعطوني جدول الهلاك أو لا جدول الاستهلاك، داك الجدول اللي مكتوب فيه كل شيء، إمتى غيقطعوا لي الفلوس، إمتى خصني نخلص، شحال ديال التأمين إلى آخره. هنا بغينا نتكلم على واحد النقطة، كنمشيو نمضيو على العقد ديال الكريدي ولكن حتى كنسنيو عاد كيعطيونا داك الجدول باش نتبعوا، ما فيها باش يعطيونا قبل واخا غير في البنكة ونطالعوا عليه على خاطرنا عاد نضيو كان احسن. وهذا الشيء كله اللي قلنا راه غير باش نتسلفوا ونردوا لكم ونستهلكوا بلا ما نهلكوكم ولا تهلكونا.